بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وليدنين عليهن من جلابيبهن. وفي آية أخرى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. في الحقيقة هناك مجموعة من المسائل مورد ابتلاء حول قضية المرأة. كثيرين عندهم تصور خاص عن المرأة، وهذا التصور نابع من التأثر بمجموعة من التقاليد والعادات السائدة في مجتمعاتنا. من هذه النظرات للمرأة هي كونها خادمة للرجل، ويجب أن تكون محصورة بين أربع جدران، وينظر إليها عادة بنظر فيه شيء من الاحتقار والصغار، وكثير ما إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والجاهلية سبق وأن وصل بها التشاؤم بالنسبة إلى المرأة إلى درجة أنها تقبر وهي حية، والقرآن تعرض لهذه الظاهرة بقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. في الحقيقة هذا التصور المريض الجاهلي والضيق بالنسبة للمرأة عالج الإسلام بشكل واسع، وعالج الإسلام بشكل واسع وموضوعي. أولا، ثبت الإسلام أن المرأة إنسان قبل كل شيء. الحين مثلا في هاي الآية: وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا، هي مخلوقة من النفس الإنسانية. يعني لما تلاحظ عنصر المرأة وعنصر الرجل هما من نفس العنصر الإنساني، هاي إنسان والرجل إنسان. خلقكم من نفس واحد، يعني الجوهر الإنساني واحد، ماكو أي فرق، هذا إنسان. وطالما هي إنسان فلها كرامة: وكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فيجب أولا أن ينظر إليها أنها إنسان، لكن هذا الإنسان، هذا الوجود، هذا المرأة تختلف طبيعة وظائفه عن طبيعة وظائف الرجل. يعني ما في فرق في الجوهر الإنساني، وإنما الفرق وين؟ الفرق في طبيعة الوظائف اللي تمارسها المرأة كمرأة واللي يمارسها الرجل كرجل. لأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بشكل يختلف عن خلق الرجل، هم بدنيا هم نفسيا هم عقليا، تختلف تماما عن الرجل. ممكن هناك قواسم مشتركة، تلاحظ شلون، لكن
لأداء بعض الوظائف المرأة تحتاج إلى خصوصيات وأشياء معينة ما موجودة عند الرجل. الحين مثلا المرأة من طبيعتها تلد، تعطي الأولاد لهذا المجتمع، خب بالتالي تريد ترضع الطفل حولين كاملين، تريد تنشئ هذا الإنسان وتربيه. خب الأمومة، شعور المرأة بالأمومة هناك في بدنها في غدد خاصة تفرز هرمونات الأمومة، فهي ما موجودة بالرجل، لأن طبيعة المرأة كأم ها زودت بهذه الهرمونات مما تساعد على قضية تربية الأطفال وتنشئتهم. فحتى مريم، شو اسمها هاي التي وضعت، مريم هي كانت نادرة أن تضع ذكر ويخدم الشريعة زين ويخدم في المسجد زين، لكن لما وضعت قالت وضعتها أنثى وليس الذكري كالأنثى. هني ليس الذكر كالأنثى يعني في طبيعة أداء الوظائف، أما في الجوهر الإنسان فواحد. هذه مسألة أنه يجب أن ننظر إلى المرأة كإنسان، لكن الاختلاف وين؟ يأتي في طبيعة الوظائف التي تمارسها المرأة. زين طالما هي إنسان، ليش أنا أسحقه في التراب على أساس؟ بعدين في هناك شيء ثاني مغروس في الأذهان، بأنه عادة إذا المرأة تلد لعلها تلد أنثى، زين أني وضعتها أنثى. كثير من الآباء يتشائمون من البنات ويعير زوجته ويقول لها أنت بس تجيب لنا بنات، كله بنات، مع أن قضية إعطاء الولد ذكر كان أم أنثى مو بيد المرأة نفسها. زين حتى علميا ثبت أن تعيين كون النطفة هي ذكر أو أنثى بيد الرجل مو بيد المرأة، المرأة جهاز استقبال، إن نساءكم حرث لكم، أنت شنو تحرث؟ زين يطلع واضح ولا مو واضح؟ زين نساءكم حرث لكم. طبعا هذا مو معناته ان المرأة بس مأخوذة للاستمتاع الجنسي، هذا مو صحيح. زين المرأة مو أداة رخيصة للاستمتاع الجنسي، لا المرأة هي إنسان جاية لهذا الوجود تأدي مجموعة من الوظائف. طبعا من ضمن هذه الوظائف هو تربية الجيل الصالح. خب كيف ان هاي الجيل الصالح شلون يأتي للوجود؟ طبعا بالزواج. زين الزواج من ضمن القضايا اللي يشتمل عليه الزواج هو قضية الفراش وقضية الاستمتاع الجنسي، يعني هاي من ضمن القضايا مو الهدف هو هذا. زين هاي لازم واحد يلاحظها. طبعا لا بس ان احنا نعلق في مسألة، وهو أن الواحد إذا تزوج امرأة لا يتزوج بهدف إشباع الغريزة الجنسية، لأن إذا صار الهدف هو إشباع الغريزة الجنسية واقتصر على هذا الهدف فقط، وكان الهدف هو الالتذاذ الجنسي فقط لا غير، طبعا الزواج صحيح والعقد صحيح، لكن هذا الدافع بيكون دافع من هوى النفس. واضح شلون؟ وهذا الهوى مذموم حتى لو كان حلالها. يعني الواحد لما يريد يتزوج يكون يضع أمامه أن أولا هذا الزواج هو طبيعة الحياة، طبيعة الحياة قائمة على أساس من الزواج والزوجية، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. زين هذه مسألة يعني سنة الحياة هكذا. زين بعدين الله سبحانه وتعالى أراد
للوجود الإنساني وللنوع الإنساني أن يستمر، فلا يمكن الاستمرار إلا بالزواج والتكاثر والتناسل، واضح شلون؟ بعدين إن الإنسان هم يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى ولد يدعو له بعد الموت. زين، رب لا تذرني، عن زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا نفسه كون نبي طلب الولد، ها، لما يقول في الآية كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يعني يلي الأمر من بعدي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بعدين جت البشارة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، إلى آخر الآيات. فزكريا كان عمره 120 سنة، زوجته 98 سنة، بس نفس زكريا شاف بأنه بقاء الدين وبقاء الرسالة وبقاء الدين نفسه منوط بإعطاء الولد، لازم يكون هناك ولد حتى ببقاء هذا الولد تبقى معالم الدين ويكون أسوة وقدوة للناس، لأن الناس تحتاج إلى عالم. ها، فطلب الولد هنا مشروع، فلما يكون الزواج على أساس أن أنا أريد الولد، الهدف تحصيل الولد، زين، حتى الولد يكون استمرار للرسالة، ومو بس يعني بالنسبة لزكريا، لا، حتى بالنسبة لإبراهيم، زين، ووهبنا له من رحمتنا إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا إلى آخره. فضروري أن الإنسان لا يكون فرد بل يكون أمة، ويكون أمة إذا الله أعطى أولاد صالحين يدعون له بعد الموت وفي نفس الوقت تستمر الرسالة من بعد. لهذا إذا تلاحظون بأنه في يوم عاشوراء لما بقى الإمام الحسين وحيدا فريدا ينادي هل من ناصر ينصر آل الرسول، هل من ناصر ينصر ذرية الطاهرة البتول، الأصحاب صرعى مجزرين كالأضاحي، من الذي سمع هذه الصرخات هذه الاستغاثات ولم يتحمل استغاثة الحسين؟ زين العابدين سلام الله عليه، ها، زين العابدين سلام الله عليه لما سمع الحسين يقول ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا، ألا من خائف من النار فيذب عنا، زين، لم يتحمل صرخات الحسين. لهذا احنا ما ممكن نتهم الإمام زين العابدين بأنه رجل متقاعس، لا، رجل ثوري زين العابدين، وفعلا قام وهو مريض عليل يتوكع على عصا ما يقدر أصلا يشيل سيفه. فلما رآه الحسين انه جاي لنصرة ابي عبد الله وجاي لنصرة الحق، صاح يا ام كلثوم خذيه لئلا تنقطع الارض من نسل آل محمد. احنا ضروري نبقى على حياة زين العابدين حتى نسل آل محمد يستمر والرسالة تستمر. تلاحظ شلون في بعض الرواة ان الامام الحسين بنفسه واخذ زين العابدين وارجعه الى المخيم. لاحظ شلون، ليش؟ لانه ضروري وجود زين العابدين، امتداد للرسالة، امتداد للنبوة، امتداد للامامة. لاحظ شلون، لابد من وجود الحجة على الارض. فهذه المسائل مهمة. فالانسان هذا كله ما بين قوسين، فالانسان في الزواج يكون هدفه شنو؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. علاوة على أن الزواج سنتي كما قال رسول الله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلما يريد يتزوج، يتزوج على أنها إحياء للسنة،
وامتثال لأمر الله، لأن الله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله منكم. على وعلى الأحاديث التي وردت في استحباب الزواج، من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، وفي بعض الروايات من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الآخر. فالدافع يجب أن يكون مو عن هوى النفس، بس أنا أريد ألتذ وأستمتع جنسيا بالمرأة، وأن المرأة فقط هي للفراش والافتراش. إذا كانت هاي النظرة، طبعا لو عقد على المرأة العقد صحيح، لكن هذا الهدف بكون هدف منحط مو هدف سامي من الزواج. فالمفروض ما يكون يعني زواجه عن هوى النفس، لا، الله يقول ومن نهى النفس عن الهوى. طبعا هني الهوى هذا مشروع وزواج، وانت بتتزوج بالحلال، لكن لا يكون الدافع هو صرف اللذة الجنسية، لا، خلي يكون الدافع هو الامتثال لأمر الله. لاحظ شلون؟ والتقوية على إحياء سنن الله وسنة النبي، وفي نفس الوقت تحصيل الولد. ولو أن هذا الهدف نفسه اشتمل على لذة جنسية ماكو إشكال، لكن لا يكون محض اللذة الجنسية. طبعا ده الهوى بيكون مذموم، بس ما يوصل إلى درجة الحرمة يعني. لأن الإنسان المؤمن، هذه مسألة كلش دقيقة، الإنسان المؤمن المفروض ما يخضع لهوى النفس، زين، وإنما المفروض يوجه هذا الهوى ويوجه قضية الغريزة. بعدين الإنسان إذا صارت أموره كلها من منطلق غرائزي بصير حيوان، إنهم كالأنعام، واضح له مو هذا. فحتى في قضية الاتصال الجنسي، عندما يريد يتصل بزوجته جنسيا، خلى في نفس الوقت يشعر بأن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولهذا يستحب في ليلة الزفاف أن الإنسان يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل، وفي نفس الوقت لما يمارس العملية الجنسية، زين، لابد أنه يستهدف من هذه الممارسة تعفيف نفسه وصون نفسه من الوقوع في الحرام. فإذا كان نية أنه أنا أمارس هذا العمل المحلل لي في سبيل أن أصون نفسي من الوقوع في الحرام، يصير هذا نفس العمل الجنسي عبادة وعليه ثواب. علاوة على أنه ينوي صون النفس من الوقوع في الحرام، ينوي تحصيل الولد الصالح. ولهذا عندنا مستحب أن الإنسان إذا واقع زوجته أنه يسأل الله أن تكون هذه النطفة ولد صالح وطاهر ومن محبي وموالي لأهل البيت. يعني حتى أثناء الوقاعة الجنسية الله يريد منك هم تدعو بعد، زين، وأن يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل من العملية الجنسية عملية مقدسة، مو بس حيوانية دنيوية غريزية صرفة. واضح؟ فهذه مسائل دقيقة الواحد يكون يلتفت لها. فالمفروض كلامي أنا هني، المفروض ما تكون نظرتنا إلى المرأة بس نظرة استمتاع جنسي، ها؟ لا، أو مو فقط لأجل، يعني لما قلنا نساءكم حرث لكم فآتوا نساءكم أنا شئتم، هذا يريد يبين بأن المرأة هي حرث إليك، زين. هناك في مسألة يثيرونها الفقهاء، وهو عدم جواز اتيان المرأة من الدبر. شوف، هاي قضايا حقيقة مهمة الواحد يتناولها. ليش؟ لأن كثير من هاي الأفعال مما تخلق كراهية في نفس المرأة للرجل، زين، والله تطرق إلى هذا الموضوع. موضع الحرث وين؟ القبل، مو الدبر، زين. الله يقول نساءكم حرث لكم فآتوا نساءكم أنا شئتم، يعني في أي وقت شئتم. هاي أنا زمانية مو مكانية. بعدين يقول وآتوهم من حيث أمركم الله. الله أمر وين؟
من القبل مو من الدبر. طبعا عملية اتيان المرأة في الدبر عملية سخيفة وسافلة جدا، حتى في كثير من الرجال يأتون للأئمة يسألونهم عن اتيان المرأة في الدبر. يجاوب الإمام، أعتقد الإمام رضا، يقول لا يفعله إلا السفلة، يعني الإمام يستنكر ويستقبح منها هاي العملية. طبعا في أيام العادة الشهرية يحرم بعد اتيان المرأة قبلا أو دبرا، والعملية مكروهة كراهية شديدة، والأحوط استحبابا الترك. طبعا هناك هم في بعض المسائل وفي بعض الأحاديث أن إذا هذا الرجل مارس الجنس من الدبر، الله يجعل شهوة المرأة في الدبر عقابا لها، فلا يكون أن المرأة تمكن زوجها في إلا في المكان اللي هو موضع الحرث. طبعا احنا من نتناول هاي القضايا لا حياء في الدين، احنا في الحقيقة المفروض نسأل ونتفقه في الدين، وديننا متناول هاي الأمور في كثير من الكتب، والفقهاء متناولوها، والمفروض ان احنا نطرحها. يعني فكلامي انا هني انه لا تصير نظرة الرجل نظرة حيوانية للمرأة، المفروض يشعر بأن هاي شريك حياة، وأنه يجب النظر إلى المرأة على أنها تكون تعين على أمر دينه ودنيا. لاحظوا شلون؟ يعني يخلي من المرأة مشروع إنساني وديني في نفس الوقت وطبيعي، لا ينظر إلى المرأة على أنها خادم، المرأة مو خادم، ولا ينظر للمرأة على أنه استمتاع جنسي رخيص. شوف هالنظرات هذه تحط من شأن المرأة، والرجل لما يتصرف وياها على أنه هكذا بتكون تصرفه وياها مو تصرف سليم، كثير ما أخطاء تصدر نتيجة عن هذا التصور الواطئ. تلاحظ شنو؟ هذا إنسان الله يطرحها في القرآن على أنه شنو؟ هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الهدف لتسكنوا إليها، السكن، الاستقرار، حالة السكينة. الإنسان بعض أوقات يعيش هم، غم، كرب، فمن يأتي إلى البيت وتستقبله زوجته بتلك الابتسامة وذلك الترحيب، وتحاول أن تجلو همه وتكشف غمه، ها، وتعينه وتصبره، هذا شيء مهم، شيء مهم. هذا الإنسان الرجل بحاجة إلى دفء عاطفي، بحاجة إلى أن تكون هناك امرأة تعينه في مشاريع في الحياة، في وصوله إلى الكمال. زين، ومن الأمور التي تبعث على الكمال هو تحصيل الولد الصالح، زين، وتحصيل المرأة الصالحة والمطيعة. المهم كلامي مو عن قضية الزواج أنا، وإنما هاي مسائل مورد ابتلاء في الحقيقة المفروض نناقش. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، علاوة أنه يعبر لباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه من المسائل اللي احنا المفروض نصحح فيها الدوافع والنظرات إلى المرأة. بعدين من الأمور التي يجب أنه ننظر إلى المرأة فيها، المفروض احنا كثيرين طبعا يبي المرأة محبوسة. طبعا إذا أنت تحبس زوجتك بالبيت، هناك في مسألتين، في مسألة وهي تتعلق بقضية العفة والخدر. طبعا العفة زينة المرأة، يستحب للإنسان إذا يريد يتزوج أن يبحث عن المرأة العفيفة المصونة المخدرة.
زين المرأة هاي العفيفة إذا مارست عمل ما يشدخ في عفتها فمشكلة. يعني المفروض المرأة إن إذا تريد مثلا نحن في هذا المثال، المرأة كل ما تبقى في البيت وتلتفت إلى أطفالها وتربي عيالها وتقوم بشؤون البيت الداخلية، بيكون هذا الشيء أقرب إلى حفظ العفة والخدر أكثر من كونها كلها تطلع برا. إذا تطلع برا وتتعرض إلى الرجال الأجانب وتزاحم الرجال الأجانب في الأسواق، مما يؤدي إلى عدم صون لعفتها زين، أو ممكن تتعرض إلى مثلا أذية، أو مثلا على كل أحيان مثلا أعطيك مثال، أنا شايف مثلا في بعض البلدان المرأة تركب لك سيارة، تبي تروح السوق مثلا، تركب سيارة يا أخي زين باص، هذا الباص فيه 18 راكب زين، رجال يقعدون نساهم يقعدون، بعض أوقات تمتلئ الأماكن، فتقوم توقف وين في هذا الخط الوسط، هذا الفراغ الوسط، خوب يجون رجال ممكن يدافعونها ممكن يعصرونها ممكن تصير حركات صبيانية، هذا ممكن يصير. فإذا كان المرأة إذا خرجت إلى السوق وتتعرض إلى مثل هاي الحركات مشكلة، لأن هذا مما يشتخ في عفتها. فالمفروض المرأة إذا تريد تطلع للأماكن أو تطلع برا من البيت تكون تطلع أولا لأمور مشروعة، صلة رحيم، عيادة مريض مثلا، قضاء حاجة مؤمنة مثلا، إلى ماتم، ماكو إشكال، لكن بشرط أن تحافظ على عفتها وحشمتها. حتى المرأة إذا تريد تسوق سيارة ماكو إشكال أن المرأة تسوق سيارة، بس بشرط أنه هم تحتفظ بالحشمة والعفة، هاي قضية مسلمة زين، لأن أهم شيء في المرأة هو العفة. لهذا الإمام الحجة يقول وتفضل على النساء بالحياء والعفة. فبعض أوقات ممكن تصير مزاحمة للرجال في الأسواق، فالمرأة كل ما تكون مخدرة بالبيت، ما أريد أقول لها تطلعها سياحة، لا، تقدر روح وياها سوريا أماكن سياحية ما بيجي، لكن بشرط انه تحفظ هاي المسألة، الحشمة العفة قضية الحياة هاي تكون محفوظة. فاحنا ما نقول ان المرأة تحبس بين اربع جدران، لا، ولا نقول بعد تنطلق الى الخارج بلا موازين ومن دون حدود، هذا هم غلط، لا، انه قضية الحشمة والعفة تصان على اي حال. انتم ما تلاحظون، لهذا الانسان يجب ان يحافظ على عرضه وعلى شرفه الى درجة انه اذا تعرض للخطر يجب عليه الدفاع، ولو اذا مات في ذاك السبيل يحسب شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. لا بأس انقل لكم بعض صور للامام الحسين سلام الله عليه في الجانب هذا. الامام الحسين سلام الله عليه يقول يا آل أبي سفيان، أو يا شيعة أبي سفيان، لما كان الإمام الحسين وقع صريعا على الأرض يقبض يمينا وشمالا، ها، والأعداء أرادوا أن يهجموا على المخيم حيث المخدرات، عقائل النبوة، بنات الرسالة، زين، صاحبهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، امنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح. شوف، ادافع عن عرضه
وشرفه وناموسه وهو ملقا على وجه الأرض مضرج بدمائه. شوف الغيرية، شوف الحفظ على العروين، ما يبي زينب يطلع لها صوت أصلا. حتى الحسين كان يتألم جدا عندما وصل إليه صوت زينب لما هجمت الخيل والرجال على المخيم، خرجت وقفت على التل الزينبي تنادي: يا ابن أمي يا حسين، حبيبي حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا. في بعض الروايات أن الريح ساقت صوت زينب إلى مسمع الحسين، أخذ يقوم ويقع، هكذا يقوم ويقع، يقوم ويقع، لم يتحمل صوت زينب. شوف الغيرية، هذا الدرس في الحقيقة، هذا الدرس. في بعض الروايات أن الإمام الحسين أخذه العطش إلى درجة ما تحمل، فالإمام الحسين أن العطش الفرس هم عطشان وهو هم عطشان، أراد أن يؤثر الفرس على نفسه. شاف أحد الأعداء قال للإمام الحسين: أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ زين، فرجع الإمام الحسين لم يشرب من الماء، زين رجع، لأن هذا لما قال له أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك ثار في الحسين الغيري، زين، فرجع الإمام الحسين يحمي حريمه وعرضه وشرفه، ثم وجد أنه ما في أي شيء، ما تعرضوا لأي عداء وهجوم، فعرف بأن هذه مكيدة حتى الإمام الحسين لا يشرب من الماء. شوف هذه حقيقة، احنا ناس حسينيين، يعني ناس نحيي المعالم والشعائر الحسينية، المفروض نستفيد من هاي الدروس. زين، قضية حفظ العرض، حفظ الناموس، حفظ الشرف، هذا مهم. أشعار، يعني الشعراء جو يصورون زينب حقيقة في خدرها وعفتها، شلون ذاك التصوير. السيد حيدر الحلي يقول: فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي، لقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض وغض اليوم من شدة الضعف. لاحظوا شلون يقول: فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي، لقد كان من فرط الخفارة صوتها، من شدة التستر والخدر والعفة ما كان يكاد يظهر لها صوت أصلا. كانت لما تروح المدينة لزيارة قبر النبي معها الإمام علي والحسن والحسين والأخوة، تدخل إلى القبر، كان الإمام يطفئ السراج حتى لا يرى ظل زينب، لا يرى وجه زينب، لهذا عزيز احنا علينا لما نسمع عن زينب سلام الله عليها بان اخذت من كربلاء الى الكوفة، يعز علينا من نتصور ان هؤلاء الاعداء كيف احتوشوهم، سلبوهم، نهبوا ما في الخيام، سلبوا ما عليهن من مقانع، يعز علينا ان امرأة كوفية كما ورد في بعض الاخبار والروايات لما جاء بهم سبايا الى الكوفة، يعز علينا ذا الخبر احنا كشيعة، يعني لما امرأة كوفية تجلس على السطح تنظر الى هؤلاء السبايا تقول: شوف يعني هم كانوا دول بيا حال، حتما ما عندهم مقانع، كانوا مكشفات الوجوه، يعني مو بعيد هذا الخبر. لهذا تسأل: من أي الأسارة أنتم؟ شوف كأن، ولهذا في بعض الروايات سابوهم، يعني سبوهم كسبي الترك والروم بل أشد، زين، سبوهم سبي إذا الإنسان يشوفه يقشعر البدن،
في بعض الروايات ورد، في بعض الروايات سألتهم من أي الأسارة أنتم، فقالوا نحن أسارة آل محمد. عاد هذه ما تحملت فجمعت لهن أزر ومقانع وأعطتهن. هذا شلون مفجأ؟ مسألة مهمة هذه. أبديت وجوههن. زينب تقول لي يزيد. فهذه قضية الخدر والصون مهمة احنا بالنسبة لنا. الشعراء هالقد قاموا يصورون. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحان. آخر يقول وأعظم ما يشجي الغيور حرائر تضام وحاميها الوحيد مقيد، فمن موثق يشكو التشدد من يد وموثقة تبكي فتلطمها اليد. كأن رسول الله قال لقومه خذوا وتركم من عترتي وتشد. مصيبة بالله. مهم ان الانسان يحافظ على عرضه وشرفه وناموسه. زينب سلام الله عليها، شوف انا بجيب لك صور شوية كربلائية حسينية، لما ارادت ان تخرج من المدينة برفقة الحسين حتى تأتي الى الكوفة، قالت من كفيلي؟ تبحث عن الكفيل، تبحث عن الانسان اللي يحميها ويصونها. فجمعوا المحامل وتهيئوا للذهاب. جليها ابو الفضل العباس، انا حاميك انا كافلك، دك صدر لي. لهذا الامام الحسين ما كان يريد يفرط في العباس يوم عاشوراء، كان يريده بقدر الامكان درع وحصن. انت كبش كتيبتي، انت حامل لوائي. مهم العباس، لكن بعد شاءت الأقدار. فقضية حفظ العرض عندنا وقضية العفة وقضية حفظ الخدر، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، هاي وصية من الله للنبي. صيروا مخدرات بس مو معناته سجن في البيت، لا، في مجال للسياحة بس بحدودها المعقولة وبشرط الالتزام بالعفة والحشمة، وأن لا تتعرض المرأة إلى ما يهتك سترها. لا، هذا ما يجوز. هذه من ضمن المسائل إلا في الحقيقة هي مورد ابتلاء ومورد سؤال. طبعا عندنا مسألة بعد جيد انه نوصل الاباء عليه، قضية التلفزيون في البيت. حقيقة التلفزيون هذا صاير، يعني شو اقول لك، صاير اداة تخريبية افسادية، حقيقة مشكلة يعني. لان التلفزيون الكل يبي يطالع، اللي هذا عنده تمثيلية قاعد يوميا يتابعها، اصلا تصير عركات في البيت، اغواش يبون بس يشوفون التمثيلية، هذه كله ما صلى دل ما صلى، بس حان وقت وعد التمثيلية يبون يشوفون المسرحية. يعني التلفزيون اخذ بمجامع القلوب والعقول وصار له تأثير في النفوس. يا اخي لاحظ كثير من الفتيات في البيت اذا تبي تحكي اخوها تقوم تحكي مصري وياه، او تحكي مثلا بلغة اخرى وياه. ليش؟ متأثرة بالتلفزيون. كثير ما قصص خلاعية ما اشبه موجودة بالتلفزيون. زين، فرق نسائية غنائية، زين، يا نور عيني، اكو قضية نفسية نريد اشيرها اليك. في قضية عندنا ان الانسان الله سبحانه وتعالى خلقه وعنده فطرة نظيفة، عنده عقل سليم يميز بين القبيح والحسن وبين الخير والشر. زي مولاي، يعني نعرف احنا الكذب قبيح، الصدق حسن،
ها انعرف بأن الأمانة، حفظ الأمانة حسن، الخيانة قبيح، انعرف بأن الزنا قبيح إلى آخره، لكن الإنسان ممكن تذوب عنده حالة تشخيص هذا الشيء كونه قبيح أو حسن. شلون يعني تذويب ذا المعيار في قلب الإنسان؟ شلون تذويب؟ شوف الحين مثلا نحن نحاول نصور لبناتنا وشاباتنا وشبابنا بأن الاختلاط بين الجنسين الفاضح والخلاعي حرام ومو جيد، يعني رجل وامرأة من دون عقد شرعي ها يقبلون بعضهم البعض ويمارسون العملية الجنسية مثلا من دون عقد شرعي، هذا حرام. وما نصور يعني عن طريق منابرنا، أعلامنا، كتبنا، تأليفاتنا، نصور قبح العملية هذه، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إلى آخره. زين، لكن التلفزيون من يجي يصور الاختلاط أمر عادي، يصور ان الرجل ممكن يقعد يا المرأة يلمس يدها يقبلها، ها من هذه الصور يعني هاي الفتاة او الشاب من يشوف هاي الصور، هم صوت هم صورة. زين اقوم ما يستنكف بعد، ما يستقبح العملية، اقول له هذا حرام، صك التلفزيون، هذا مو جائز، صك التلفزيون. زين اذا ما قال ده الشيء صك التلفزيون وقام هو يشوف شوي شوية، زين ديك القبح اللي في ذهنه عن هذا الشيء يقوم يزول شوية شوية، يزول يزول إلى أن يشوف الصورة الخلاعية أمر عادي، شيء طبيعي، يشوفه بعد عادي، ما يقوم بعد يستنكر. ها تروح من عند عملية الاستنكار، إذا راحت عملية الاستنكار وذاب القبح الموجود في ذهنه حول دي القضية، بعد شوي شوي ينمسخ. واضح شلون؟ بعدين انت ما تقدر مثلا ذولا تنهي مع المنكر موجودين في التلفزيون، لان هاي شاشة، يعني شو تسويها؟ هذا بيشوف ذاك بيشوف، وهالقد صراعات صارت على التلفزيون. الحين اعطيك مثال، انت بتي تنهي عن المنكر، هذا منكر حرام ما يجوز النظر اليه، هناك غناء، استعمال لأدوات اللهو، تصوير للعلاقة بين المرأة والرجل، تصوير فاضح وخلاعي. زين، وعلاوة على كثير من الأمور اللي ممكن تساهم في تذويب العفة في النفوس، تقليل الحياء، خلق الصلافة، زين الجرأة على المعاصي، زين ممكن تؤدي لها النتائج هذه. انت تنهى عن المنكر، تطلع عليك الأم تقول لك حقوة إلا مسرحية إلا غنية إلا فيلم، الحين بيتنا خو ما راحت زنت، بيتنا ما راحت قودت، بيتنا ما راحت كذا. ها شوف تواجهك بهالكلام. زين أدري نور عيني، هذه شوي شوي هي مقدمات هذه. زين هذه من يذوب عندها حالة القبح لهذا الفعل الخسيس، تتصوره عادي، فتقوم بعد تمارسه عادي. لاحظ شلون؟ تمارسه عادي. لذا من الضرورة على الآباء والأمهات إن حقيقة يلتفتون لها النقاط هذه. صج الأم أو الأب مثلا ممكن يقول لك عن هذا الشكل عادي، لا صوت وصورة، ما حد حين راح لا زني ولا حد مثلا سوى. لا، هذا نفس النظر هذا يأثر في النفس، يأثر في القلب، لأن الصورة هذه ما بتروح من الذهن، تبقى في الذهن. بالأخير أنت رضيت قلبا عن هذا الفعل المشاهد، انت رضاك عن هذا الفعل هو في نفس حد ذاته هذا يسود القلب ولو بمقدار بسيط. زين احنا ما نقول لعن الله في زيارة الحسين، لعن الله أمة ظلمتك وقتلتك وسمعت بذلك فرضيت به، نفس الرضا عن هذا الفعل هو في حد ذاته ذنب يعتبر.
الواحد إذا ما قدر ينهي عن المنكر بيده أو بلسانه، لا أقل بقلبه وهو أضعف الإيمان. هذه مسائل حساسة، خصوصا حين الأطفال. الأطفال الحين عندهم ولع شديد برؤية التلفزيون، برؤية الأفلام اللي تعكس عن طريق الفيديو. زين احنا ليش ما نبرمج في برنامج إعلامي نجيب للأطفال أفلام فيديو تصور لهم مثلا عن الحدائق والأشجار وخلق الإنسان وبيان آيات الله وعظمة الله في الطبيعة والخلق وما أشبه. ممكن نسوي لهم فد برنامج من ذا القبيل، ممكن نجيب لهم برنامج معين يتناسب مع عقولهم، زين ينمي فيهم روح الفضيلة والعفة زين والخير. ممكن ليش؟ احنا حقيقة مشكلة إذا كان التلفزيون هالشكل ومجلاتنا بهالشكل، فصارت وسائل إعلام هني في حد ذاتها وسائل هدامة للأخلاق مو بنائية يعني. والمفروض العلماء يتحركون في هذا الموضوع، وأسأل الله تعالى أن يعين هؤلاء الوزراء على أنفسهم ويفكرون في بناتنا وشاباتنا، لأن ضروري يعني أن الإنسان يشير إلى الأمور هذه. هذا من ضمن المسائل اللي في الحقيقة مورد ابتلاء. أنا شو أعرف بعض الآباء المؤمنين شو اسمه يعني التلفزيون ما موجود في بيته. طبعا احنا ما نحرم التلفزيون، ما نقول التلفزيون حرام، لا، التلفزيون النظر إليه جائز ما لم يؤدي إلى مفسدة. القسم اللي جائز النظر إليه والاستماع إليه فانظر وشوف عادي. مثلا الحين في كثير من الأفلام موجودة لطيفة، يعني برنامج العلم والإيمان مثلا في حد ذاته جيد، في كثير من البرامج مثلا في بعض التلفزيونات في بعض البلدان الإسلامية يخلون رجال دين يبحثون في قضايا اجتماعية جيد. واحد مثلا يشوف، حتى لو يشوف فيلم بعيد عن الخلاعة زين، وفيلم يعني مثل الرسالة أو عمر المختار، أفلام هادفة واقعية جيدة، ما بيها شيء يعني واحد يطالع يستفيد من عندها. بالعكس، هالقد احنا عندنا وقائع تاريخية ممكن الإنسان يصورها على شكل مسرح ماكو أي إشكال، فتمثل لها بشرا سويا. التمثيل والمسرح جائز عندنا في الإسلام احنا، بس ما لم يخرج عن الحدود المشروعة، وما لم يؤدي إلى محذور شرعي، وما لم يؤدي إلى مفاسد معينة، لا ما فيها إشكال يعني. زين احنا هذه أداة ممكن استعمالها في الحرام، ممكن استعمالها في الحلال، فالواحد لازم يتعرف على هالقضايا هذه. هذه من ضمن المسائل التي هي مورد ابتلاء. طبعا هناك في مسألة الحجاب، إلا أن تلوت الآية في بداية البحث عليكم، وليدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قضية الحجاب واجب على المرأة. احنا عندنا بالفقه الإسلامي انه يجب على المرأة ان تستر جميع اجزاء البدن ما خلا الوجه والكفين وظاهر القدمين. طبعا بالنسبة الى الوجه يستحب من المرأة ان تتستر وتتخدر لكي لا ينظر اليها الرجال الاجانب. سئلت الزهراء سلام الله عليها اي الاعمال افضل للمرأة، قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، كناية عن المبالغة في الخدر والحفظ، حفظ الشرف والعرض والحشمة والنزاهة وما أشبه. المرأة طبعا احنا عندنا مسألة شرعية بالنسبة لستر الوجه. بعض الفقهاء يرى الاحتياط الوجوبي في ستر الوجه. زين ان تضع المرأة هاي الفوشية، وهاي الحمد لله ظاهرة منتشرة في البحرين، وهذا الشيء جيد وحسن. طبعا هم اريد اعلق بعد تعليق، لا يغرك البوشية بحد ذاته، اهم شيء ان المرأة تكون عندها حياة وعفة ونزاهة والتزام، ويا حبذا لو تكون وياها بوشية، يعني هم عفيفة وشريفة ومتدينة
وهم بعد جميلة وفي نفس الوقت هم تضع البوشية، هذا نور على نور. طبعا هذا احنا اكدنا على قضية الجمال لان الجمال مطلوب في حد ذاته، زين. والامام علي يقول اختاروا حسان الوجوه فان افعالهن احرى بان تكون حسنة، ما بها شيء. ويقول شو اسمه تزوجوا سمراء عيناء عجزاء، بيها يعني ما بيها شيء ان الانسان يؤكد على النواحي الجمالية، كما هم يؤكد بالدرجة الأولى على النواحي الأخلاقية، كون المرأة ذات دين وعفيفة ومتدينة ومن عائلة كريمة وإلى آخره. بس أريد أقول بأن الحجاب عندنا على المرأة واجب والسفور حرام، زين. وذول السافرات عندنا نوعين، عندنا سافرة هي تؤمن بضرورة وجوب الحجاب وترى بأن الحجاب هيبة للمرأة وأن الحجاب في الحقيقة ستر للمرأة وأن يجب عليها أن تستر المفاتن، لأن في الحقيقة إذا المرأة أظهرت مفاتنها ونواحي الجمال فيها وأبدت زينتها بالتالي راح المجتمع ينشعل، يعني شباب، الشباب ويا بعد غرائز عنده وذئاب موجودين، زين، والكل يريد من عند المرأة الضوء الأخضر، ها، حتى يفترشها ويلتقمها، موجودة يعني ذئاب ما شاء الله موجودين، ناس فسقة كفرة فجرة موجودين، فالمرأة يجب عليها أن تستر مفاتنها، ليش؟ حتى لا تثير الفتنة وتحرك الشهوات. المرأة يعني موجود مغناطيسي إن صح التعبير، يعني في ناحية جاذبية في الحقيقة يجذب، يعني خصوصا بالنسبة للشاب، بالنسبة للشاب. لهذا الله سبحانه وتعالى يحرم قضية النظر، قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وحتى المؤمنات قل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لأن النظر هو اللي يثير الشهوة والفتنة. وفي الأحاديث ورد النظر سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، فالواحد المفروض يحذر هني. فعلى المرأة أن تستر جوانب المفاتن في بدنها، زين، حتى إلى درجة القرآن أكد ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ما يجوز لها إظهار الزينة إلا للزوج أو المحارم، الأم والعم والخالة وإلى آخره المذكورين في سورة النور. طبعا بين قوسين يستحب للمرأة أن تتعلم سورة النور لأن كثير من الأحكام تشتمل عليها بالنسبة إلى المرأة والآداب الشرعية وإلى آخره. فحتى مشية المرأة القرآن هم يتعرض لها، زين، ولا يضربن بأرجلهن في الآية في سورة النور. فمسألة الحياة والعفة والحجاب هاي مسألة ضرورية. الحجاب قلنا السافرات نوعين، نوع يؤمن بضرورة الحجاب لكن يغلب عليها هوى النفس وتطلع سافرة، هذه طبعا يجب أن تنصح، ترشد، تنهى عن المنكر بأسلوب لطيف وجيد ومن دون عنف. والمفروض تعرف بأن في السفور عملية خروجها كسافرة مما يقلل حيائها وما يقلل من شأنها ومن مقامها في نظر الرجال وفي نظر المجتمع. وعلى كل حال الله يهديهم هؤلاء. وأكو لا أكو ناس يتخذون من الحجاب موضة، وهذا مو صحيح، طلعت موضة والله حجاب حجاب، لا، المفروض أن المرأة تقتنع قناعة نفسية بأن هناك العفة نوعين، عفة داخلية اللي هو ان المرأة تشعر بانه يجب عليها ان تبتعد عن المحرمات وتترك ما فيه هدر لسترها وكرامتها، زين، تكون عفيفة شريفة تخاف الله عز وجل، زين، هذا شيء نفسي. يعني في حين سافرات موجودين شريفات يعني بس عيبهم ما عندهم حجاب، هذا
لكن شريفة، تصلي، تصوم، وتزكي، بس هذا النقص موجود. لشبهة موجودة في ذهنها تحتاج إلى أن الإنسان يقعد إياها ويفهمها حول الموضوع. لكن في هناك اللي يتخذون الحجاب موضة، هذا هم مو صحيح. ها، همج رعاع ينعقون مع كل ناعق، هم مو صحيح. الحجاب أمر إلهي أوجبه الله عز وجل على المرأة صونا لها، حفظا لها، زينة لها، وفي نفس الوقت يجب أن تكون المرأة بشكل لا تحرك الشهوات، لأن في إبراز المفاتن تحريك للشهوات. وهناك فوائد أخرى، المرأة لما تلبس الحجاب تشعر بها أصلا. زين، هاي مسألة مهمة طبعا. حتى الإنسان إذا يريد يسأل المرأة، زين، يسألها من وراء حجاب. إذا مثلا يريد يتزوج من عندها، زين، يخلي حجاب معين، ساتر معين، ويسألها: أنا أريد الزواج منك، أريد أخطبك على كتاب الله سنة نبيه. خلي يكون هناك في ساتر. زين، لاحظ شلون. طبعا جائز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها، ماكو أي إشكال. يعني أنا أريد أتزوج من فتاة معينة، يجوز لي أن أنظر إلى وجهها، ما في إشكال. لا تكون مثلا عوراء أو صماء أو شو اسمه عرجاء، ما في شيء. الواحد يبحث هاي القضايا. زين، أو يرسل بمجموعة من النساء أهل خبرة، زين، تفحص المرأة، ما بها أي إشكال. يعني هذا جائز في الشريعة. زين، نظرة أولى ماكو إشكال، بس لا يكون فيها ريبة وتلذذ، هذا مو جائز طبعا. قضية الحجاب طبعا، كثيرين من دعاة التحرر جو وأرادوا أن يخرجوا المرأة من الحجاب، ويشوفون أن الحجاب هو قيد يقيد المرأة عن الانطلاق والتقدم، وأن هاي فكرة رجعية ومتخلفة، وأن المرأة المتحجبة هي مال قرون بالية. طبعا هذا التصور سخيف ومو صحيح، وهذا في الحقيقة الطرح طرح استعماري. ليش؟ لأن المرأة إذا أنت خليتها سافر ما لبست حجاب، بقل حياها شوي، بعدين بتلبسها مولانا مين يجوب شوية، بعدين صعدوه خلوه شوية يم الركبة، بعد مولانا صعدوه خلوه 20 سنتيمتر شوية أعلى، ليه ما وصل للفخذ. صارت هاي، صارت مطنزة هاي، وصارت مولانا الرجال يأتون إليها وينظرون إليها بس نظرة لأجل اللذة والاستمتاع، ويخلونها للدعاية والماركة الفلانية، وما من دعاية مولانا إلا جابوا لك المرأة وصوروا لك بدنها وصوروا لك كذا، وخلوا لك المرأة بس مجرد استمتاع، يخلونها على الصابون مثلا لوكس، ها، وخلونها على الدعايات الثانية. صارت المرأة مبتذلة، يعني صارت حقيرة. وين ذيك الإنسان الكريم صاحب العفة صاحب الشهامة؟ شوي شوي شوف، أخرجوها من الحجاب حتى يفترسوها. زين، هو هذا. بالعكس، الحجاب مو عائق عن تقدم المرأة. ممكن المرأة تتحجب وتروح في ميادين الإنتاج وتعمل، ما بيه إشكال، في الخياطة، في الأمور اللي تناسب شأن المرأة. يعني ما يصير تخلي المرأة بعد بناء يكولي ويصير لك طابوق، ما يصير. المرأة ضعيفة، يعني بدنها ما يتحمل الأمور. المرأة، رسول الله يعبر عنها صلى الله عليه وسلم، المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. زين، المرأة ممكن تخليها في ميادين، مثلا في المستشفيات تعالج الجرحى، تداوي المرضى، في الأمور اللي يحتاج فيها تدفق عاطفي، حنان، رأفة، بهالمجال ممكن تنتج المرأة. وكانت في زمان رسول الله المرأة خلف الجبهات موجودة تداوي الجرحى. زين، ما بيها إشكال، يعني في المجال اللي تناسب شأنها.
وطبعا بالنسبة للعمل المعيشي مو واجب على المرأة، يعني إذا كان الزوج قادر على أن ينفق عليها النفقة التامة، إذا كانت متزوجة يقدر ينفق عليها النفقة التامة، ماكو داعي تروح تشتغل بعد. زين، لا تبقى في البيت تربي أطفالها، طالع تمارس برامج أخرى. طبعا يستحب للمرأة المغزل، الحياكة في البيت، الأمور هذه جيد أن المرأة تمارسها. وإذا الزوج لا بحاجة إلى أن المرأة بعد تعمل، ما بيش أن المرأة تروح تعمل عمل تتكسب بطريق حلال ومما يلائم من شأنها شكل ما قلنا، وما بها إشكال. طبعا في أيام الحمل وما أشبه، مو لطيف المرأة بعد تطلع عليك بالشارع وبطنها للأمام، يعني أمر مستنكف يعني، وخلاف العرف هم كذلك، ممكن تتعرض لطبات لكذا. المفروض بعد الزوج عنده غيرية بعد، مو لهالدرجة يعني. طبعا أنا أنصح الأزواج إن ما يعتمدون على زوجاتهم في العمل المعيشي، المفروض الرجل يبدي رجولته واستقلاليته في ذي القضية. وممكن ما أقول كل النسوان، لكن ممكن بعضهم يسوون منية على الزوج ويكسرون عليه معروف، وإن أنت ما كنت شيء، ولو ما أنا، ولو ما أنا اشتغلت أنت لا شيء. وممكن يصير من هالأمور هذه مما تجرح كبرياء الزوج يعني. فالمفروض على الزوج إنه هو يروح يبادر ويشتغل ويكد ويكدح ويطلع لقمة العيش لأولاده، ما يشعر. طبعا ما بيش أقول لك المرأة إذا في حاجة الزوج بحاجة، ما بيش إن المرأة تنطلق وتعينه يعني على أمر دينه ودنياه كذلك، لكن الأولوية للرجل. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه قسم الأمر بينه وبين الزهراء، أن يكون الزهراء عملها في الشؤون البيتية بالداخل، وهو يكون عمله بالأمور الخارجية خارج البيت. تلاحظ شلون؟ هاي مسألة هم مهمة. طبعا في كثيرين يتقدمون لش اسمه يخطبون البنية مثلا، ممكن البنية تقول أنا ما أبي الحين أهد الشغل، أبي أشتغل بعدين مثلا نعرس. زين، يتصور ويقول لها الزوج إن أنا قادر على النفقة التامة، ماكو داعي بعد تشتغلين. فطبعا يعتمد على حسب التفاهم، لكن أنا أنصح المرأة طالما الزوج قادر على النفقة التامة، ماكو داعي بعد تنطلقين في ميادين العمل، إلا إذا كان ذاك العمل واجب. يعني ما ممكن مثلا، أعطيكم مثال. نفترض أن هاي المرأة طبيبة، زين، تقدم لها واحد يريد يتزوج، وهي طبيبة يعني لازم تروح تداوم لأن ماكو طبيبات، وأكو نساء مرضى يحتاجون إلى مراجعة امرأة.